الله بالخير لكل من يتابع قناة الشرقية وبالتحديد برنامجنا أهل المدينة، يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة. نرحب بكم ونتمنى أن تكون دائما مواضيعنا هي مهمة للمدينة ولأهل المدينة. بالبداية نحب نذكر بمواقع التواصل الاجتماعي ويا برنامج أهل المدينة، وأول شيء عندنا الفيسبوك. هذا هو الفيسبوك اللي تشوفون الموقع الرسمي، عدد المعجبين به أكثر من 21,000، وعندنا أيضا جوجل بلس هذا الجوجل بلس، وعندنا ايضا التويتر، موقع التويتر ايضا. طيب نرجع الى الفيسبوك بصور الاطفال اللي جاي توصل لنا بشكل يعني كبير جدا. نبدي مع اول صوره وصلت لنا من احمد، يقول هذا حسن ابن خالي حبيبي. بشوف حسوني يا سخضير، يقول هاي صوره ابن اختي حسوني، ايضا حسوني ما شاء الله. جاسم محمد يقول صورة بنتي دانة. دائما البنات حلوات ومشاغبات بالصور. عمار صباح يقول بنتي ميلا حلوة ميلا. وخلف مجيد الملحمي يقول صورة طيوبة بنتي. دعاء تقول هذا ابن أخوي عمار. نوسى القيسي تقول هذه دانا بنت خالي عمرها 2.5 سنين. بسمة أحمد تقول هاي صورة ابني مصطفى. وفائز الملكي يقول هذا عبدو ابن خالي. أثير العراقي أخيرا يقول هذه صورة ولد أختي سبأ وصباح. طيب نروح لفقرة أخرى، نروح إلى الصحافة ونشوف أول خبر عندنا من الزمان. نشوف صفحة رئيسية ويانا. إحنا عندنا لصحيفة الزمان، والخبر موجود في صحيفة الزمان وتفاصيله كلها في صحيفة الزمان طبعة العراق. الخبر يقول 100 مليون دينار قرض للصناعيين من دون فوائد، وراح يكون التسديد بعد 10 سنوات عقب إنجاز المشروع. تشوفون ويانا الخبر، يعني هو متصدر الصفحة الرئيسية لجريدة الزمان. الخبر بتفاصيل كثيرة للي يحب يعرف تفاصيله موجودة في جريدة الزمان، بس يعني أهم ما بالخبر أنه تقرر منح أصحاب المشاريع الصناعية أنطهم قروض تتجاوز 100 مليون دينار لإنجاز مشاريعهم بدون فوائد وضمان يعادل قيمة المشروع. ووزارة الصناعة هي متكفلة بالموضوع، وتقول عندنا لجان متخصصة حتى تدرس هاي المشاريع اللي راح تتقدم إلها، وبموجبها راح تمنح القروض. حلو الخبر. عندنا في جريدة الزمان حظر التدخين يدخل حيز التطبيق وشمول الأماكن المغلقة والرسمية وغرامات للمخالفين. حقيقة تشهد الأيام المقبلة دخول قانون مكافحة التدخين حيز التنفيذ بعد أن أخذ درجته القطعية، وقالوا اللجنة البرلمانية النيابية الموجودة في مجلس النواب الأيام المقبلة ستشهد البدء بتطبيق قانون مكافحة التدخين، ووضعت وزارة الصحة الآليات وضابط الخاصة. إيش راح يسوون بالبداية؟ راح يصير ستنظم عملية التدخين عن طريق التمييز بين الأماكن العامة والخاصة، حيث سيمنع التدخين في الأماكن المغلقة والرسمية، وراح يسمح به في أماكن ضمن مواصفات العالمية، وفرض غرامات على المدخنين غير الملتزمين بالتعليمات. هذا خوش موضوع. قبل ما أروح للخبر الثاني، الله بالخير علي. الله بالخير. شو اليوم ما حكيت وياك؟ لا سلمت علي، لا حكيت وياي، ما المشاكل تخلص. يعني مشاكل تخلص. لا حول الله.
هسه لو صار عندك مشكله ويا زملائك بعد ما هذه كان يعني لا مشكلتي وياك ازليه زين ازليه اي ازليه زين نروح الى خبر اخر يهم طلبتنا السماح للمتضررين عسكريا والمرضى باداء امتحانات البكالوريا. هذا الخبر اجى بجريده الزمان. الخبر يقول انه وزاره التربيه انطت فرصه اخرى للمتخلفين عن اداء الامتحانات الوزاريه، انطوهم دور ثالث، اللي ما قدروا يمتحنون دور ثاني انطوهم دور ثالث، فقط اللي تضرروا عسكريا اللي صارت عمليات عسكريه في مدارسهم بالدور الاول وما قدروا يعني يلتحقون مدارسهم، والمرضى اللي عندهم اجازه طبيه وراح يحددون يعني امتى الامتحانات وجدول الامتحانات بالموافقيه للجميع، وهي فرصه ايضا يعني وفرصه جيده للخطيه فعلا فاتتهم الامتحانات. احنا اخر شيء عندنا في جلسه الزمان هو كاريكاتير يعبر عن مدى استفحال ظاهره التسول. نشوف انه شخص يمشي بالطريق والناس على اليمين واليسرى قاعدين، عفوا حتى شوف الكلب اللي قاعد بالبدايه اولهم حتى هو قام يتسول. هذا دليل على انه ظاهره خطره وانتشارها اكيد بضرر كبير على المجتمع بالدرجه الاساس. بس احنا عرفت انه بهاي الطريقه الموضوع فعلا صعب. يعني احنا قبل ما نغادر بس يعني عندنا موضوع انطرح باليومين الماضيين، قرار بمنع اختلاط الجنسين في مكاتب رؤساء الجامعات والعمداء بالتعليم التقني. في سابقة لها أصدرت هيئة التعليم التقني إحدى تشكيلات وزارة التعليم والبحث العلمي كتابا يمنع بموجبه اختلاط الجنسين في مكاتب رؤساء الجامعات والهيئات والعمداء وعدم تخصيص مكتب مستقل للتدريسي تتيح له الانفراد من يراجعه من طلبة وطالبات. يعني وأكو يعني أيضا من الممكن مناقشة الموضوع حتى بالبرلمان لإيجاد حل لهذا الموضوع، وحتى راح يمنعون الاختلاط بين الطلاب بالجامعة. حقيقة يعني هو هي المخاوف دائما نقول هي مو من الاختلاط، يعني مو من الاختلاط المخاوف، هي المخاوف من العقلية اللي حلوها يعني على أساس يعني مو الحل أنه أنا أجي أكبت والله قرار عبقري أجي أكبت الشباب أكثر بالعكس راح نزيد احنا بالمشكله اذا هي موجوده مشكله طبعا. لكن هي في بعض الاحيان يعني ما اعرف انه اكو يعني ناس يسولفون بانه للاسف هناك بعض التدريسيين في بعض الكليات يعني دي يحاولون يبتزون الطالبات يعني من خلال انه يقول لك يستغل انه يعني بلاية بطيخ مثل ما يقولون. طيب. يعني فيحاولون يبتزون الطالبات، اوكي لا تخلي التدريسي غرفه حتى لا يحاول يبتز طالبه او هذه، لكن الاختلاط بين الطلاب بالجامعه هو جزء من العمليه التربويه، لانه الطالب جاي اصلا مصور الطالبات مثلا في الا محتاجين في شيء معين يجي لهم المدرس المحاضره مثلا ومو بس هذا هو اصلا شيء سري يعني اصلا هو الطالب والطالبه من جايين للكليه هم عابرين مراحل تقريبا 6 سنين صح هم بدون اختلاط فهم نفسيا ما مستعدين حتى الاختلاط مع الاخر. فالجامعه والاختلاط داخل الجامعه هو المفروض يكون جزء من العمليه التربويه حتى نفسيا الطالب يقدر يعرف يقعد يسولف باكر عقبه يريد يختار مراه يريد يتزوج يريد يخطب. زملاء واخوان احنا الخطا عندنا انه المفروض من الابتدائيه عندنا اختلاط اكو ناس جاي تدرس اكو دول تعدت هذا الموضوع، اكو اختلاط الابتدائيه خلص انت تعيش حر وبعد ما تخاف لانه يصير الموضوع طبيعي. طبعًا. احنا جاي نواجه مشاكل في الكليات والمعاهد لانه الطلاب جاي يتفاجئون بالموضوع ويتفاجئون بموضوع الاختلاط، ما اعرف هذا القرار منو اللي يعني تدريسيا شلون درسوه على اساس استندوا وقرروا هالشكل قرار. والله احنا الموضوع ما انطرح بشكل واسع وواضح حتى الناس وهي تخوف يعني ما دام صار نعرف شنو الوضع يعني حقيقه احنا هذه الاخبار اللي تسربت بالايام قليلا نتمنى تكون كذبة نيسان متأخرة يعني. لا ما نتمنى هذا الموضوع، لا نتمنى يكون أوضح الطرح حتى نفتهم شنو القصة يعني أبسط شيء. أكيد رح نبقى نتابع الموضوع، نروح نشوف توقعات الطقس باكر ونرجع. Thank you.
في كركوك مراسلنا سلام دليني هناك تابع عرض مسرحي بعنوان إلى متى، وهذا العرض المسرحي هو الهدف الرئيسي من عنده، هو يعني لفت انتباه المجتمع في كركوك إلى ضرورة الاهتمام بالمدينة وبالمكان، خصوصا بأنه كركوك تشهد حاليا تغيير إيجابي نوعا ما يختلف عن باقي المدن. هذا الموضوع شعبي، العرض شعبي وكوميدي، يعني تناول الأمور نوع من الكوميديا، لكن للأسف يعني كحال المسرح في العراق كله لا أكو متابعة ولا أكو اهتمام. الناس تروح تكسر يعني أماكن بيع التذاكر مع المسرحيات الهابطة الغير هادفة الغير عائلية حتى تروح تشوفها وتعزف عن حضور مسرحيات هادفة. تقصد يعني تهجم تروح تهجم حتى تشوف عرض غير لائق، ما الفاضة خارجة، فكرته بذيئة، الغرض أنه أكو استعراض لكم والعرض الزين هذي. وبعدين إحنا نجي نحكي نقول يا بعض الفنانين هابطين، زين هذا الفنان شون هبط، غير المجتمع ساهم في هبوطه وإحباطه وتكسيره في تشجيعه. خلينا نشوف العرض اللي بكركوك ونسولف. هاي تشبيك فشو، لا سلام لا كلام لا صباح الخير، من الصباح هيات مثل المدفع بوجهي مدفع. بارك الله بيك يا، وسلام عليكم، صباح الخير، شلونكم؟ شلون الجهال ان شاء الله؟ شلون هم وكافي كفرنا اخو ما كفرنا، اختصر ايش رايد؟ رايد شوية مي، انتم من تتحون مع طهراتكم هاني ما يوصل لي مي، ايه ملكة الساعة لوني وحق الجار عالجار. قد نص ساعة وراح اطفي الماطور، يلا نص ساعة؟ مو انا رايح للتقاعد يا اخوي. ايواني شعلي الله يسلمكم، لو كنت من راش للشارع ها، لو تحسون سياراتكم اهم شيء بالليل تشغلون الماطورات وتروحون تنامون، التانكيات تنترس والمحلة تصير كلها طين. هذا غلط يا وانت شعليك شعلك انت. للأسف الشديد يعني شهدت مدينة كركوك بالآونة الأخيرة حركات ثقافية كثيرة من أجل إصلاح الواقع المجتمعي، إيصال رسائل إنسانية إلى المعنيين في مجالات متعددة من أجل النهوض بالواقع الثقافي في مدينة كركوك، لكن الاستجابة والحضور ليس بالمستوى المطلوب. يعني كما شاهدون للأسف الشديد القاعة اليوم شبه فارغة، على الرغم من أنه المسرحية تناولت مواضيع مهمة جدا، منها مواضيع ثقافية بيئية صحية، مواضيع تتعلق بالجانب الخدمي لحياة المواطن اللي يوميا يتعرض لها، لكن لاحظ أنه عزوف الكثير من الناس والمسؤولين من الحضور. ربما هناك أسباب ومبررات خاصة بهم، لكن هذا لا يعني أنه يكون يعني عدم الاهتمام بهذا الجانب. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله. أي شنو يا أبو؟ أوقف يا أبو أوقف، هاي مو حالي مخلين عليك بالقاع حد أسكالي. هاي تجي هاي تجي وليدي من حاوية وليدي. لك والله راح تخبرني، لك شنو جاي تلعب كرة سلة؟ يا حاج العب بنادي الثورة. تلعب بنادي الثورة؟ يا سلام قول خلاص وجو من أول طب جو. أنا علمك مين فرق إنك تلعب الإسباني مالتي؟ هاي شنو يابا؟ شو أسوي علاقة وانشقت؟ علاقة وانشقت على أساس مثقف. وليدي وليدي بلا زحمة نبى بالحاوية، والله راح أموت من إيدي لو ما قايل أحسن. وهذا حصتك. حصتي؟ شنو جاي توزع حصة تموينية؟ حصة تموينية؟ وسامة حصة تموينية وسامة. يعني احنا بدنا نشوف المحافظه في تطور، قاعد تنبني منتزهات، قاعد تنبني اماكن عامه، يعني قاعد نشوف الحاويات فارغه وقد بصف الحاويه هي تعاون المواطن. ماكو تعاون، احنا هدفنا من المسرحيه بان نوعي المواطن العراقي بان هذا الشيء غلط، ومو بس نوعي يعني نحاول يعني نغيره، يعني مو يباوع ويسكت، لا احنا نريد يصير عنده الثورة للإصلاح. يعني احنا من نشوف الشيء الغلط لازم احنا ما نظل ساكتين عليه، يعني من نشوف هسه يعني اغلب ما نلاحظه يعني عوائلنا الكريمة تجي للمنتزهات بشكل نظيفة، يجي ياكل برياني او ياكل فتشي ويعوف الزبالة ويطلع، لا
احنا نريد نقول للعائله الكريمه انتم اذا جبتوا وياكم فد علاقه وشلتوا اللي فضلتوه وعفتوه بالعلاقه وعفتوه بالمكان المخصص، هذا الشرف للعائله، هذا فد شيء كبير. على كيفك يابا، على كيفك. هاي شنو؟ ادري مزونه خلاص مزونه. عادي ادور على اسبانه جاهزه بيها مثل ماله. كل عقلك يدور على اسبانه. لعش اسوي؟ ما راح اشتري واحده جديده. بس جهالك اليوم ما ذبوا زباله. شلون عرفت؟ انت اقول لك ما ذبوا. شنو حكي؟ صاير تشتغل بالبلديه وانا ما ادري؟ لا ما اشتغل بالبلديه، بس من الصبح قاعد بالباب ودا اشوف اللي يصير. انت متاكد؟ احلف لك؟ المسرحيه مسرحيه الى متى مثل ما حضرتك قلت، وهي تتناول تلوث البيئه والنفوس، لانه احنا باعتقادنا اذا ما نفوسنا ملوثه ما نلوث بيئتنا، هذه الفلسفه. يعني المسرحيه تتناول مشكلات مجتمعيه في اطار البيئه وفساد العلاقات الاجتماعيه وعدم اللامبالاة اللي موجودة عندنا، وأكو أسباب كثيرة يعني ما أريد نذكرها، يعني خليناها على الجمهور. طبعاً إحنا العاملين بالمسرح عندنا هم منقسمين إلى عالمين، عالم المفصلات بالكامل، لاكو اي ربط، ماكو اي ربط بيناتهن. العالم الاول هو ناس تشتغل بمسرح الجاد، اللي يعني الارت اللي ينعرض فقط للناس النخبويين يعني. والقسم الثاني، العالم الثاني، هو الناس اللي جايين يسترزقون خبزه المسرح عندهم، فاي شيء يقدمون ماكو مشكله. وهذه الكارثه المفروض دوله يعني يكون عندها مسرح مثل مصر، مثل اي دوله يعني بدولنا مناطقنا، يكون عندهم مسرح خاص سموه مسرح الدولة. هذا مسرح الدولة يشتغل عروض جادة ويشتغل عروض كوميدية. طبعا تدرين جماعة العالم الأول اللي يشتغلون هذا مسرح الجاد يكرهون الكوميديا ويعتبروها أسفاف وما يشتغلون عليها ويستنكفون من عندها. فالمفروض يعني تصير أكو جهة حكومية أكاديمية يكون عندها مسرح كوميدي هادف، شي يسوي ينافس العروض التافهة اللي تطلع هسه، حتى تصير اكو موازنه، حتى الناس همينه تلقى لها متنفس تروح له. ومو بس هذا يعني يا اخوان، دكتاتوريه مو زينه، ذبوها عفوها تولي ما يخالف، لكن نفس الوقت الرقابه شيء مهم. يعني مو مرات الرقابه تكون دكتاتوريه ومقص الرقيب مرات يكون لخدمه النظام على عينه وعلى راسي، لكن في بعض الاحيان الرقابه تشوف يابا العرض تقول يابا ترى هذا العرض بيفد 85 لفظ خارج عن التعبير، تجي تراقب يعني فد شهر تعوف العرض وراها تجي تشوف العرض هذا شنو اللي صار عنده تطور به، شنو اللي صار مشكله به، شنو اللي نضاف له فد شيء يسيء للمجتمع يسيء للناس حتى يشيلوا. لكن الرقيب لا يحضر العرض الاول ولا يحضر الثاني ولا يجي ورا شهر ولا اكو رقيب اصلا. لا يجوز يراق، مو يراقب وانما يحضر حتى يضحك حتى يتونس. لا مو هو المشكله احنا اصلا هذا المبدا بعد انشال ماكو رقيب، بس احنا بالعراق هاي العروض بدها تطلع ماكو مقص رقيب عليها. يجوز يطلع رقيب على هاي المسرحيه اللي هي يعني فقيره من كل، شفت الادوات الديكور الوضع، لكن انا اعتبرها غنيه المحتوى حقيقه. والمقوله اللي تقول يعني اعطني خبزا ومسرحا اعطيك شعبا مثقفا ما اجت من فراغ، فعلا انه هذه المسرحيه لو عندنا مثلها 10 كان احنا نقدر نغير ما بالمجتمع. انا متاكده اكو يعني كم واحد من الحاضرين تغيرت فكرته عن موضوع النفايات ورميها وطريقه يعني ازالتها من الشوارع. والاخوان هم يعني مو مثل يعني اكو ناس يشتغلون مسرح بمستويات جدا عاليه. واصلا المسرح راد انتاج يعني مو انا اجيب قاعه وافرش كاربت لا مستحيل واخلي برده سوداء، حتى هاي هي هم مكلفه. يعني هذا مو هذا المسرح ولا هذا اللي راح يغير. المفروض اكو متعه واكو اقناع، والاقناع يحتاج فلوس. صح، يحتاج انتاج. على العموم يعني الحكي طول بهذا الموضوع علي ومؤذي جدا. نروح الى موضوع اخر، نروح الى نجف اللي هي نجف كان قبل فتره المفروض تكون هي يعني يختارونها عاصمه للثقافه الاسلاميه. يعني اللقب هذا اللقب كبير، يعني من يعطى الى مدينه اذا معناتها المدينه من كل النواحي هي قد لك هذا اللقب او كبر هذا اللقب. منطقه حي الميلاد الثالثه او ما تسمى بمنطقه الفاو او ميلاد الفاو
ناموا بالليل، قعدوا الصباح شافوا المياه الآسنة مغطية فراشاتهم وغراضهم وأثاثهم وحتى أطفالهم. نشوف المنطقة ونرجع نحشانها. داخلي مشاهدينا، نحن الآن في منطقة حي الميلاد الثالثة شمال مدينة النجف، وتسمى أيضا منطقة الفاو. هذه المنطقة لحق بها الأذى بعد أن طفحت مياه آسنة داخل الدور، ولا أحد يعلم مصدر هذه المياه الآسنة التي طفحت داخل الدور في هذا الحي، والكل يرمي الكرة في ملعب الآخر بالنسبة لدائرة المجاري ودائرة الماء في محافظة النجف. إذن الصور تتكلم، ولنرى ما حدث في هذه المنطقة. شلون انتم عايشين؟ شلون قاعدين؟ شلون قدرتوا تقاوموا الفتره؟ والله هتشوف بعينك الساعه، احنا همتنا وشو الثاني. يعني هي شغله نزيز، يعني لا تقول مثلا ابيات ولا تقول فشي، يعني هي شغله نزيز، فجاه وفجاه هي صارت لنا. وثانيا يعني ما رحنا للمسؤولين ورحنا لشو اسمه، اليوم يلا اجى المحافظ واجى بنفسه وشاف. وقال على اسناد نسوي غطاسات، وقال على باكر ان شاء الله بعد. هي بالاصل المنطقه ما بيها شبكه مجاري. إيه ما لا بيها شبكه مجاري. مجال لا ما بيها. إيه ما بيها. لا لا شبكة ما بيها مجاري. لا لا ما بيها. اي فهذا زين، مصدر المي هذا الآسن اللي دخل ببيوتكم منين هذا؟ هذا هي قلت لك يعني نزيل فجأة، يعني فجأة ما رأسا صارت هي. هاي أول شيء هنا تشيحة هذه، بعدين شو ما من حطوا عليه دفنوا الماء علينا رأسا طب علينا البيت. يعني مو تقول مثلا، وهاي وضعيتنا زين. أنا هما تنشلت عفت خدت عيالي، يعني عفت البيت اي عفته، لأن شو سويت هذا الله قاعد بالماي. وطالبنا وحكينا وبقت يوم الله ويومهم. هاي المجاري ما ندري بها من وين اجت احنا. أيه. هاي اول نقطة. ثاني نقطة هو يعني المجاري فجأة طفحت، مو أول مرة. هاي أول مرة صارت بالشارع، بعدين نزحناها طبعا فلوس من عندنا. نزحناها من عندنا، أخذنا عندنا 150,000 دينار، شاركنا أنا والمقابيلي كل واحد 75. رحنا للمختار حكينا وين المختار، قال رحت لمديرة البلدية وراح تجي وتسوي لكم إياها، وتانيناهم ماكو شيء وهم ما سويناها. الدور ايش قصه هاي؟ ب 15 رمضان تقريبا، يعني من 15 رمضان لحد الان. اي 3 اشهر تقريبا، صار تقريبا 3 شهور شهرين هيك، شهر ونص ما ادري، من 15 رمضان تقريبا بالشهرين. اي بالشهرين. فقمنا اخر شيء جبت القاض، قمت اذبه القاض الكهرباء ب 5000 دينار على مود اعلي الشارع. علينا الشارع، صعد الماي الدور وين لبيوتنا. قمنا ننزح كل 3 ايام السياره ب 25000 دينار. يعني انا من تقريبا 27 رمضان لحد الآن بس السيارات ذاب عليها فوق 750 دينار، وأنا أشتغل عامل بالعلوة لا أخر ولا أقل. نحن الناس متضررين، وريد من الدولة من المسؤولين أن يسوون شارة، ونعم الله عليكم ونشكر جزيلا. إيش صار لكم أنتم؟ هاي بيتكم غرقان. والله صار لنا تقريبا بالشهر ونص شهرين بيوتنا غرقانة. إي واشتكينا وهذه ما حد جاء، بس اليوم جاء السيد المحافظ. وقال باكر نسوي لكم حل، بعد ما نعلم. طيب أنتم شلون قاعدين هسه بوسط المياه الآسنة؟ هاي قاعدين غرقانين بها. هات تشوفنا القاعدة هذه.
قاعدين والله كريم نطب نشله يلا نطب البيتنا. هذا بيتنا شوي عالي ما ضرر تقريبا بس رطوبه دوشه قد تخليه هذا يصير بيه مي دخل المي اللي جوا. وهذا شوف هاي عرصتنا غرقانه غراض مي وهاي كلها غرقانه زين هاي تابعه للبيت العرصه. سحبون المي انتم لو ما جاي حتى من نسحب مي حتى من نسحب مي فيه اي نسحب يرجع مره ثانيه يرجع للسلعه يعني هذه غراضكم وهيك كلها طلعتوها برا بالعرصه الا بالمشحوف اي نفسي بالمشحوف يلا يعني انت ايضا جيران هنا شو تقول على هالحاله هذه؟ والله حاله ماساويه هذه. لا الدوله لا ما توقف تساعدنا احنا يعني امورنا تعبانه وهذا وفقره وبحاجه الى دعمكم ودعم كل القنوات الفضائيه لمساعدتنا يعني. لا انا ابن الزو صار الاسبوع طلعت خشابه بالشارع ويدرون جوارين كلها يعني اسبوع صار له خطيه يعني عريس طلعت خشابه الاستقبال مالتنا انتهت الغرفة النوم انتهت الاخشاب مالتنا كلها مردت الفراش مالنا عفن وصارت عندنا حكه وحتى مرض بال نريد نقول بالصوره المأساس كيبس يعني مال حكه جرب اطفالنا كلها باع معاناتهم. شوف هذا بنص المي شوف هاي الخيسه زين اضافه ان المدارس بدت الطفل منين يعبر اذا هو مبتدئ بالاول ابتدائي منين راح يعبر اذا ما عنده معبر نسوي له معلق جسر يعني سيارات ناجرها مال صرف الصحب 10000 دينار 20000 دينار تسحب على خلال نص ساعة ثلاث أربعة ساعة يرجع لهذا. إضافة اللي يعني تكرم للبلاء عمالتنا. حل وقت هذا. إي حل وقت إحنا إذا ما سوينا مجاري. إي خلي. مجاري وتسحب هذا المياه الصرف الصحي اللي اكتسحت البيوت مالتنا والمنازل تعبانة هي المنازل ما شاء الله. إحنا تعبانة هي المنطقة تعبانة. المنطقة تعبانة وبحاجة إلى مساعدتكم. الفاو. المنطقة الفاو. هي اساسا ميلاد الفاو هو ميلاد كل المنطقه الدخل المحدود الميلاد الفاو نعم دخل المحدود نعم. يعني احنا من نسحب سياره اصحاب الدخل المحدود وهذه يعني ابني على حسب اللي تجيب له يوميا نقول 20000 دينار انا اسحب بها سياره لو ذبيها انقاض تراب هم معانا يعني واحنا للدخل المحدود وانسان كله هذا ابو كمال هسه اللي صورته بيته بالله ما عنده حتى معين احنا هذا الاخ هنا هم ما عنده معين هي الدخل المحدود منطقه شعبيه تعبانه احنا لو مو تعبانه تشاجونا 100 اسلوا بحي الامير هم يخلوها لو بحي السعد يخلوها لو بأي مكان ما يخلوها. جريمة إنه أطفال أو طفلة هي اللي طلعت هي اللي تحاول تنظف بيتهم يعني المفروض إنه هسه هي بدأ العام الدراسي تروح لمدرستها وإذا بيها خطية تقعد من الصبح تشيل المياه الآسنة اللي لا لها ذنب يعني هذه الطفلة وحتى الأطفال اللي جاي يلعبون ما يدرون شنو مستقبلهم بهذا الموضوع. على العموم أحد المتحدثين قال يمكن أكيد سمعتوه بالاستطلاع أنه المحافظ زارهم وإن شاء الله يعني قال إن شاء الله راح يسوي نتيجة بالموضوع ويحل الموضوع إن شاء الله. إحنا نبقى متابعين الموضوع حتى نشوف فعلا هل زيارته راح تبدي خيرا بهذه المنطقة. وصلت لنا الكثير من رسائل على الفيسبوك. واحدة من الرسائل من صديقتنا هنا تقول احنا لفيف من المواطنين من سكنة الدورة ابو تشير محلة 854 الازقة 23 25 27 31 و2 و35 اللي هي محادية لشارع اليمامة قرب جامع ياسين. تقول من شهرين أو أكثر حتى من شهرين نعاني من وجود مياه صرف صحي ضمن شبكة مياه الشرب وعلى الرغم من مراجعة أمانة بغداد وبلدية أبو تشير وقسم النظافة ومديرية إسالة الماء في الدورة إضافة إلى مركز صحي التحدي النموذجي ومسؤول فحص نماذج الماء إلا أننا لم نحصل على نتيجة. هاي كلهم زايرينهم وما محصلين على نتيجة فتتمنى أنه ينطرح الموضوع برنامجنا عسى ولعل يحسون ينتبهون. عندنا ايضا ابو عبد الله الدليني يقول يا اخي احنا اهالي حي جامعه في بغداد محله 633 نعاني من عدم وجود طرق الى محلتنا ولا كهرباء بالرغم من وجود الاعمده والمحولات من قبل سنتين. الناس تقول المقاول تركها وانهزم ومن مطلع السنه الحاليه اعلنوا بانهم سلموا الاعمال الى شركه معينه وما نعرف شو وقت يبدا وش وقت ينهي العمل. يا اخي من خلالكم الناس وزاره الكهرباء بان يجدوا حل لهذه المعضله يعني سنتين والسنه الثالثه وما يخلص ربط المحوله بالاعمده. وينهم مهندسي وفني وزاره الكهرباء اللي صارفه 27 مليار نصفها يقولون تشغيليه ونصفها رواتب وربط محوله بالعمود زين يجيبون مقاول ويغيروه صار اكثر من سنه واشهر والمقاول الجديد ما كمل
ولا شوفنا اصلا اي تغيير بالمكان. قصة عنتر المحولة هاي. المحولة محله 633 في حي الجامعة. يقول اصلا هو بتكملة رسالته طويلة الرجل، يقول اصلا هي حي الجامعة تدمرت، كانت من اجمل المناطق ببغداد وهسه حاليا انتهت في هذا الوقت. تعالوا شوفوا كهربائها وطرقها وخدماتها. ويقول لك يا بليش انه في احدى الاستطلاعات الاخيرة الاستطلاعات العالمية انه العراق من افشل 10 دول. لا مستحيل، بس احنا المركز العاشر، فهم يعني فخر المركز العاشر مو الاول يعني العاشر. احنا راح ناخذها بامتياز اذا نطلع على هذا المستوى، ناخذها بامتياز الاول للاسف يعني. انا حتى يعني فشلت، شفت افشل ففشلت. من يعني هي مو بس هاي، احنا الحمد لله يعني دائما اسم العراق للاسف يعني واحد ليش يقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، بس للاسف دائما اسم العراق هو موجود في الاستطلاعات مثلا اكثر فسادا، اكثر خطوره، اكثر فشل. تصور حتى النشيد الوطني اذا سمعت في العاب لندن كان من افشل الاناشيد الوطنيه للاسف. ليش يعني شو ما اعرف والله، اداء يعني ما اعرف الظاهر انه يعني اداء وكلمات اي بالضبط يعني. الاستطلاع كان موجود ثاني يوم. المهم يعني للاسف انه العراق يكون، نتمنى انه بتعاوننا نرجع من اجمل البلدان ان شاء الله. عندنا لاجئين في الحدود العراقيه السوريه عندهم مخيم، اللاجئين الضايقين يقولون هذا المخيم يشبه المعتقل، واكو تفاصيل يقول احنا نريد نطلع، عندنا كفاله، عندنا اقارب، خلينا نشوف تفاصيل شلون وضعيه اللاجئين في هذا المخيم وراها نسولف. احنا حطونا بمعتقل ندرس، نريد المدارس. احنا هون موجودين بمخيم اللاجئين بالقائم، عندنا شكاوى كثيرة ونقدم صوتنا وصوت صوتي وصوت جميع بالمخيم على المفوضية اللاجئين يعتنون بالطبابة، لان عندنا الطبابة سيئة، حاطين قرفانة بما معنى انه مستوصف على اساس باول المخيم، وبي مسافة من اول ولا تاليش 3 كيلومتر ما في لا طباب مضبوط ولا شيء. تروح على الدكتور تقول له اريد طباب، يقول لك ما في بعد الساعه 7 المساء. نجي على الساعه 3 العصر ما في طبابه. عندنا اطفال من تقريبا شهر ونص الى ما توصل 5 سنوات، نروح عندهم لقاحات ماشي. احنا مبدا بسوريا على لقاحات، تروح عليهم تقول لهم عندنا طفل عمره سنه ونص بده لقاح، يقول لك ما عندنا لقاح. عود هم يجونك، احنا صار لنا شهر ونص تقريبا بهالمخيم، اريد لقاح للطفل ما بي مخيم لقاح للطفل. وعدنا هنا ختائر كثيرة مرضانين، راح عليه الساعة 7:30 المسويات يدور على دكتور، يقول له ما في دكتور، ليه باكر الصبح؟ احنا نطلب انه يساعدونا، يتخلونا نطلع، نطلب الكفالات يمشونا اياها، احنا ما نضل هيك المحبوسين يعني. يجون اهلنا ما يخلوهم يفوتون الا معهم حرمة، ما عندهم حرمة من يجيبون يرجعوهم، حاجيهم السياج ما يخلونا يعني. نطلب هالشغلة يساعدونا يمددونا يعني، فكونا هالشي، احنا ما نظل هيك محبوسات وهيك ذلونا يعني، ما يمشي الحال هيك. وينفهون عن هالعالم ويخففون، اللي عنده كفالة اقربائي يطلعونه، والما عنده يخلوه هون قاعد. احنا ما نظل هيك حبسانة للسجن والله، هاي مو حالة معاهم. ويوميا نحكي ونسوي ايه وعلى الباشر وعلى المدرش، كون ما اريد فتح الحدود لاهاليتنا هالقاعدين على الحدود يساعدوهم يطلعوه يفوتوهم. احنا ما نضل هيك يعني مخنوقين ومن وراهم مقهورين. احنا بمعتقل، اقول لك احنا حطونا بمعتقل يعني هالمعتقل يفكوه عنا شويه، ينفهون العالم، المرضان يطلع على مشفى، يطلع على اقربائه، يطلع يقبلونا هالكفالات. طالب فتح الحدود، الاطفال اللي على الحدود قام تموت، يفتحون الحدود. عندنا نجي نلقى، تروح ناخذ على الدكتور ما نلقى، اذان المغرب سكر العياده يعني، يجي حاله طارئه يتخربط شيء ما بي. جاي نطلب هالشيء، نروح على شغله نقول لهم مرضان هيك، قال ما عندنا، يعطينا نفس الدواء، كنا نفس هالدواء، ما بي لقاح، نقول لهم على لقاح الاطفال ما بي، ما جاي حاكينا يصيح علينا ويطلعنا. نروح نقول لهم على هالشيء ما بي يطلعونا، ما بي محدده الساعه هاي، وين صارت هاي؟ وبكي تخربط بتالي الشايب حرمه طفل، شكون يصير بهم ما بي دكتور؟ احنا جاي نطلب هالشيء، احنا يقدمونا ويسوونا
وهم جاي هم بعينهم يشوفون كل تشهد. إذا أصبح السوريين في مدينة البوكمال وفي محافظة دير الزور لاجئين داخل الوطن، يهربون إلى القرى ومن ثم يقصفون القرى. أينما يهربون الطيارات تدك معاقلهم. نود من السياسيين العراقيين ومن القائمين على الأمر فتح الحدود بأسرع وقت. نعم، بالنسبة للأوضاع المخيمات، المخيمات هي غير صالحة للسكن، لأن هذه عبارة عن أكياس من النايلون، يعني لا تقي لا برد شتاء ولا حر صيف. نعم، بالنسبة لي نطلب، نعم نطلب من القائمين على الأمر تخصيص رواتب للعائلات السورية، لأن هنا غلاء، يعني أسعار غالية سواء كانت مواد تموينية أو غيرها. نتمنى تخصيص رواتب للسوريين. يعتبرون أنه إحنا مشردين، لحد الآن ما قبلنا لاجئين. وثانيا يعني نريد حرية الطلعة، يعني إحنا هون معتقل، يعني حتى لو كل شيء توفر معتقل، يعني صار بضغوط نفسية وصارت مشاكل بين العوائل وبين من وراء الضغوط النفسية، ما حدا يقدر لا يفوت لا يطلع، وبكل العالم هم يعني ما اقدر نسميه مخيم، احنا نقوله هسه بالعربي، يعني احنا السوريين نقول له معتقل يعني بالعربي. نطالب بحريه الحركه بالبيجات، وهذا يعني مطلب مهم. شجره مدت يدها قديما منذ 300 عام الى سوريا، وصلت الى محافظه دير الزور، والان هذا الفرع لف ورجع الى العراق. نرجو من السادة الساسة الموجودين في العراق فهم هذه النقطة، أنه الشعب الموجود في البوكمال ودير الزور عراقي الأصل، عراقي الجنسية، عراقي الانتماء، عراقي العشائر. وجودنا في هذا السجن الإجباري، نحن هذه الإقامة الجبرية، نحن في إقامة جبرية. هاي صوت الانفجار وصل يمكن للكل سمعه هون. الإقامة الجبرية الموجودين إحنا بيها، والعلة هي حمايتنا. عندما نتكلم مع أي شخص نحن موجودين في هذه الإقامة الجبرية لحمايتنا. حمايتنا من ماذا؟ من أهالينا، حمايتنا من أخوتنا، من عمامنا، عشائرنا. هذا المخيم لا يوجد فيه أي شخص تركي، ولا يوجد فيه أي شخص أفغاني، ولا الحديثي والكربولي والحياني والراوي والعاني. إذن نحن الأنبار مصغرة في مدينة البوكمال. نريد كفالات، نريد نطلع من هذا السجن، المدارس والألعاب. أول شغلة نطالب بالحرية، ثاني شغلة نطالب بطلعة الأباء لأنه محصورين هون وما يصير هيك، وبالكفالات يعني ما يصير، لازم يطلعون الكفالات. تزوين الكفالات غير على الفاضي وما طلع ولا واحد فينا. وبدنا ترفيه للأطفال، ألعاب، بسكليتات، مراجيح. وبابا بدنا الأباء يطلعون يشتغلون عشان مو محبوسين هون. هذا كان حال اللاجئين في هذا المخيم. نتمنى انه يعني تم انصاف اللاجئين مو بس بهذا المخيم، في كل مكان بالعالم، لانه احساس اللجوء لوحده واحساس كل الصعب. صح. احساس انه انسان ما عنده وطن، احساس كله صعب. واحنا العراقيين من اكثر البلدان يمكن بالمنطقه اللي حسينا بهذا الموضوع ولفترات طويله. أكيد. هذا اللي عندنا اليوم في برنامج اهل المدينه. نتمنى ان تكون مواضيعنا نالت استحسان ولفتت انتباه اهل المدينه. ما شاء الله، دائما نلتقي على الحب والخير والسلام في امان الله.